عندها جهاز 24 ساعة شيشة قبل لا تاكل بعد الأكل 24 ساعة كل ما تروحين عندها لازم الفحم والشيشة وأكثر من راس تشوفينها إنها مضبطتها وحاطتها وكذي 24 ساعة أسألها يعني ما تدخين ما تتعبين إحنا نفسنا لما نشم ريحة الدخان خلاص تحسين راسك بينفجر إنه وايد وإحنا نقعد عندها بالساعات كل ويكند هذه مو بس كل ويكند هذه كل يوم هذا الفيش فأنا بعرف يعني شنو المتعة شنو المتعة فيها أو أي وقدام عيالها أوكي باشر العيال كبروا شلون تقدر تقول لهم هالشيء ممنوع وهو اساسا موجود بالبيت وحتى لما تنام تدري شو تسوي؟ ما تشيلها شروق انسي هذا الموضوع اللي انت قاعد تقولينه انسي بعدين لا تنسين ان يعني بالوقت الحالي صار في عندنا وايد قهاوي يعني وايد وايد قهاوي هي ما تروح قهاوي هي بالبيت انا ايش قاعد اقول لك الرب مضمون حمود زين انا برد على البنات يعني بما انك دشيتي على يعني على رفيجتك خليني بس اقول لك شغله تخيل ريحه الشيشه من اول ما من قبل لا تدش البيت من قبل لا تدش البيت من باب البيت اي من باب البيت اي لان خلاص الموضوع صار كله تخنه وفحم شاب وفحم طافي ذاك اليوم قعدت ايه موضوع القهاوي صوب القهوه اي قهوه ما اعرف اسمها انا مو راعي قهوه وايد زين وحده قاعده حاطه ولدها يمكن 5 أشهر 6 أشهر في على كتفه والشيشه يعني ماني فاهم ايه؟ ماني فاهم شنو التفكير بس اللي تشيش تدخن وهي حامل انت قاعد تقول ولدها وقاعد تشيش انا قاعد اتكلم عن فئه البنات اللي توهم يعني هذيل الليدي اللي بعز شبابهم توهم شحلاتهم الزينه والله يخترب شكلهم وما يدرون ان البشره تصير والله ورب الكعبه يصير كنا تاير فاش إيه؟ والله من السجاير والله السجاير والتدخين يعفس الوجه يعني حتى تشوف يقول لك انه من السهر يصير سواد لا مو من السهر السجاير هذا تصير الواحده كنا مو مياه كنا تدري ان حتى اصواتهم تتغير زين والله جي يعني اعطاني شنو هذا لا صدق يعني ويقعدون وهذا يعني انا اقول الله يعافي الميك اب اللي قاعد تحطونه فئه المدخنين والمدخنات لان اذا مسحت الوجه انا راح اشوف ويوه يعني اي ادري وايد زين المهم فش اسمه فطبعا يعني لما قاعد طالع انا وايد اماكن قاعد يسوي لهم على ستايلات يعني ان القهاوي اللي يعني شغل فري وخراب وما تقول ليش قهوه البنت تبي تجذب اللي قدامها شلون تحط الشيشه وتقعد ريل على ريل تشوفين الرقيه تحتها زين اطالع الرقيه هذه شنو؟ ها شيشه على رقي رقيه قصدي لها رقيه وهذا شيشه على ناسه شيشه على ما شنو ترى يقصون عليكم بهالديكورات هذه لا وطق لها براس الشيشه هذا اللي كله على بعضه ما يسوى ربع دينار دفعت لها فيه 6 دنانير ما 7 دنانير عشان شكلها كنا عروس بعد الومنيوم ما شنو من فوق من تحت كنا انا عمري ما شفت يعني ما تشوفونها باي مطاعم في مطاعم فيها شيشه في وين يعني انتم ما تروحون تاكلون مطاعم فيها شيشه شوف انا قلت لا هي شوف هي مو سالفه مطاعم اي احنا بالوقت الحالي صار عندنا انفتاح بقهاوي شيء مو طبيعي شيء خيالي ان الربح مضمون لدرجه ان لما يجذبون البنات يقول لهم اذا تبون شيشه اللي هي يسمونها عائليه وبرايفت شيش بس حق البنات كباين وما كباين ما شنو صارت في شيشه مو مختلط الحين بس تشوف البنات اللي جايين اطالع اقول يعني نسبه البنات المدخنين واللي شيشون اكثر من الشباب اكثر من الشباب وعلى فكره ترى يعني هي مو فتونه عند البنات شروق ولا ان هي والله نوع ان من الهياط انه والله ما فيش تشيش الله انا بشيش صارت موضه اي واحده اشوفها تقول لي والله بخاطري يدق لي سيجاره ما ادري احس يعني انه بغير جو تغيرين جو بسيجاره لا اعطيها بنص وجه مو شكل خايس حمود لا انا لحظه شايف واحد قاعد ويا وحده وهو ما يشرب شيشه وهي ماسكه شيشه تخيل او مثلا حمود واحد قاعد مع وحده قاعد يمشون او قاعد يمشون وهو ريال وزينه وشطوله وشحلاتها وهي ماسكه السيجاره وعرفت ما اعطيتك بنظام بو هذه ها شوف يعني لا خبره بعدهم شعبالك ها اي الحين قاعد نشوف بالاشارات حمود زين يا بنت الحلال انت اللوح اللي عمل شنو مزهريه قاعد يمشي الحين لا بعد في شغله هو مريال المطاعم والله هي اللي ما تصير هو مريال خليه ينجح وكلها غير لان هي تحط عندها السالفه يعني ما قامت تنجح غير انه يكون عندها شيشه يعني حتى لما نشوف المطعم انه هو قاعد يسوي دعايه يحط لك اعلان وايد كبير انه هو عنده شيشه اكثر ما هو قاعد يحط لك اعلان على اي شيء ثاني. ومري وشوفي المطاعم مو شرط ان تدشين بس شوفي حتى المطاعم اللي ما كان فيها يحطون المطاعم اللبنانيه لانه يدرون انه خلاص مو هي مو سالفه هي مو سالفه المطاعم اللبنانيه يعني انا اقول شغله هي مثلا يعني الحين ارقى 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 للمطاعم على مستوى
اللي هم يعني المطاعم اللي هم قاعد يشجعون الناس على قصر النخيل، وعندك هذا اللي هو البردون قصر البردون وما شنو كل المطاعم كلها يعني كلها قعدات عائليه، وهذا بس لازم يحطون شيشه لانه يدرون ان كل العوائل اللي يحبون يشيشون ويحبون يارقلون ما يارقلون ولا يشيشون الا بالمطاعم هذه حمود، عشان شنو ياكلون وهذا وما شنو يصير كل شيء. انا الحين طالع لكم من الابغال طبعا زين المهم، فيعني ليش يعني ليش انت احنا قاعد نتكلم عن هذه الفئه اللي هم انا ما بيدش على العوائل، بيدش اكثر على البنات، لان البنات صراحه يعني بنت يعني احنا شفتوا المثل اللي احنا نقول صاحب ساحب، بنت تسحب الثانيه وبنت تسحب الثانيه وبنت تصير كنا عمليه غرزه شلون لا تسالون، هذه تبي تسحب هذه وهذه تبي تسحب هذه، ولا واذا واحده وياهم ما دخنت ولا شيشت ترى انت ياهل توك ما عشتي الدور وترى توك ما شفتي الدنيا، لازم تشوفين الدنيا تجربين وتشيشين وتطقين. ما ادري احس ان البنات في شيء هني ملحوس ب 2014. لا ما تكلمنا على اثار التدخين حمود، اليوم حلقتنا كامله ما تكلمنا على اثار التدخين. اثار التدخين وايد كلها مظاهره، ما كلها اثار. بس انا اقول شغله يعني شوف انا اختصرت لك الموضوع، قلت لك اللي ابي اعرف اثار التدخين يقضب اي باكيت زقاير مال امه ولا مال اخته ولا مال اخته. لا في اكثر، في اكثر بلغم شوف يسوي ريحه خايسه مناعه ما يسوي نصابه يسوي بلغم اظافره تشوفينها لونها صفر مع اصابع. ليش الوان اللثه والوان الشفايف شلون تتغير؟ ضروسه اقل شيء ضروسه سود 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 مو صفر سود كحلي، واللثه مالته من كثر ما هي معفنه يعني استغفر الله العظيم اللهم لا شماته تحس انه في وباء هالبني ادم هذا ويدخله قاعد يعلق زين ليش؟ ويا ريت شنو العلج بيفيده يعني؟ ما يفيد يعني لو يحط داخل ديتول ما يفيد ويتمضمض يعني فيه حلجه راح يكون مغاره فيران ميته. انزين عمود الرئه حتى لو تصورها تلقاها سودة كلها، يعني الرئه اهم شيء. انت القلب الشرايين تسكر ضعف نظر ضعف نظر مو سالفه الضعف نظر زين يعني مو تركيزنا على ضعف نظر اكثر مما انه الجلد عندك هذا يعني شيء يعني الجلد الجلد الوجه قاعد اقول لك مناعه الوجه البشره يعني يعني يذبحك من مجاميع قاعد اقول لك يخلي المناعه عندك انت المناعه لما تقل عندك ايش قاعد يصير بيك؟ ويكبرك بشكلك اكبر يعني مثلا اذا انت عمرك 15 سنه صرت كنا عمرك 20 يعني اليوم قاعد نشوف احنا التدخين في اماكن مغلقه شباب هلا امري تحسون ان التدخين تحضر يعني صارت تطورات بالتدخين غير الشيشه شلون يعني تحضر؟ يعني تطور بالزقاير يعني انفسخ الدشداش يعني مثلا بدل باكيتين قاموا ينزلون 20 باكيت انواع اللي نعناع اللي ما ادري شنو واللي ما ادري شنو واللي يك شكل الضعيف واللي يك شكله متين واللي تي ملونه ازرق اللي شكله تحبين النعناع مو كذي؟ لا انا اذا دخن اقول ادخن زقاير مو مشكله عادي. زين شفتوا اخر شيء اللي ياتي على ورد واللي يصير ازرق يعني لما تدش جمعيه على طول الترند انا تخوف اليوم وايد تخوف فلما تدش جمعيه تشوف شلون انواع الباكيتات او يكون سكشن بروحه حق الزقاير مركز سلطان قاموا قاموا من كثر ما اهم يغرونك بطريقه الزقاير تحسين ان الزقاير انت داشه سكشن كاكاو ولا سكشن شيء مفيد للصحه انه الله يعطونكم الطعم ويعطونكم هذا ويجيب لك كرتون العود اللي داخله الزقاير اللي انت تاخذه على بالك كاكاو. شوفي وفوق هذا اسرار قاموا يعطونك اسامي الماركات اللي انت تحبينها، تبي كارتير؟ كارتير موجود، تبي دنهل؟ دنهل موجود، تبي والله العظيم يعني في سان لوران نزله والله نزله والزقايرات يعني انا لما ادش تلاقيه هذه البنت اللي تقول واي والله انا ما كله اروح اجيب اكسسواراتي من كارتير والبس ساعه كارتير وادخن كارتير. زين شفت سلوران انا ارش عطر شو اسمه اف سلوران وما شنو اف سلوران ولبسي ونفنوفي اف سلوران وبعدين سيجاري صار اف سلوران يعني ترى يا جماعه السيجاره صارت نفس اكسسوارات مكمل ويا الطقم مالها. زين ايش رايكم باللي هو اساسا مدخن ويجيب لك هذا الفلتر الصغير يقول لك عشان لا اظل نفسي هذا دكور. هذا اول شيء لا قاعد يدكور ولا هذا. انا شنو قلت لك من ساعه بدايه الحلقه؟ قلت يا جماعه الخير الكل يفهمها وانا عاد يعني مع احترامي حق الكل هي مكتوب يعني شريطه طويله من وزاره الصحه حاطين لكم اياها. اللي يفهم هو شنو يعني اللي يفهم هو شنو معنى المقصد اللي مكتوب والمغزى من هالموضوع هذا راح يعرف نفسه انه هو طوط 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 بدون سجاير. الشيء الوحيد اللي ما في احد يقدر يمنعك منه او انه هو يساعدك ان انت توخر عنه غير نفسك لو انت ما عندك إرادة ان انت تسويها وصدق انت مقتنع لو شنو ما يصير
ما راح توخر عنها، سواء شباب بنات كبار صغار. يعني انا مقتنعه بهالشغله وما راح يعني ما راح اشيلها من بالي. انت لو ما تبي توخر عنها ما راح توخر عنها. ما تبي لو كلامي لو يعني لو هالبرنامج نسوي حلقه واثنين وخمسه وعشرة ويصير كل السيزون عن التدخين ما راح يوخر عنها الا اللي يبي يوخر عنها. يعني انت بالاول وبالاخير حمود، انت حمود ما تدخن. لو انا اجي لك ازن على راسك كل يوم اقول لك دخن 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 دخن، انت عندك قناعه من داخل وعندك اراده ان انت تدري ان التدخين مضر للصحه وتدري ان الشيء هذا ما راح يفيدك، راح ترد علي كلمتين وراح تقول لي يبا انت انا ضارك بشيء اذا ما دخنت. لا يقول هو سحبني. انا قاعد انظر منك اذا انا قاعد ادخن هو اجبرني. انزين انت دائما صح اللي صح اللي يقعد مع مدخنين ينظر اكثر. انزين اذا انا قاعد جامل كنت قاعد ادخن اوكي وانا مو قاعد ادخن هم قاعد انظر انا. حلو. اليوم خلينا نتكلم عن موضوع اهم اللي هو شنو؟ تدخين في اماكن مغلقه. اليوم طالع بالجامعه تدخين، المجمعات تدخين، بكل مكان داخل جمعيات مستشفيات مرات. يعني شوف يعني قله ادب بعض الناس. زين برا دول برا. زين اليوم شوفين ممنوع تدخين في اماكن مغلقه. احنا بالكويت عندنا قوانين بس شنو؟ الحين بس سووها بالمطار. بالمطار بالمطار والسينما وبس. احنا بالكويت ما قصروا يعني بكل مكان حطوا لك سكشن بس مدخنين حتى المطاعم. بس احنا بالكويت عندنا فئه كبيره ما بيقول الكل ما يحترمون القوانين. يعني اي يستانس لما يشوف مثلا العلامه هذه اللي تقول لك ممنوع التدخين يشوفها يطلع باكيته على طول بالمطار بالمطاعم ما شنو. وبرا يحترم غصبا عليه يحترم لانه خايف. ليش لهالدرجه يعني وصلوا في ما في احترام للقوانين؟ شوفي اول شيء استهتار وبعدين عندك انت عدم مبالاه وفي واو واو لا واو مو واو لا في واو. انا اقول شغله اليوم واو انت شنو واسطه واو بشنو؟ انا اقول لك واو بشنو؟ واو بكل شيء. لو وصلت لمرحله ان انت حتى التدخين؟ اي حتى التدخين ان انا اقضب السيجاره طالع بالسياره الحين حذف رمي السيجاره من داخل السياره غرامتها 500 دينار مع سحب سيارة. هذا بالكويت؟ بالكويت 500 دينار مع سحب السيارة. أنا ولا مرة طلعت ما سحبت سيجارة. فطبعا أنت لا في وايد ناس هذا يعني أخلص يعني أقول شغلة يعني في وايد ناس تحلف سجايرها ولا مرة طلعت وما شفت أحد ما حد سجارة. شفتي إيه فتخيلي أنت لو كل واحد لو كل واحد لو كل واحد الدورية تبي تلحقه وتبي تنطر وتشوفه متى راح يحلف سجارته عشان أنت طبعا إذا نطبق القانون يعني أنا قاعد أتكلم راح تلاقي الكويت كلها ما في ولا سياره كل السيارات محجوزين بال بالحج هذا والله صح يعني فيعني عندك الواو انت غالب على وايد شغلات. يعني لما راح يوقف الشرطي راح يقول له ليش ما تقول عمي ترى انت فلان وانا اعرف فلان وهذا يلا اوكي بس لا تعيده لا افع عليك ما عيده اول ما يمشي يرد يرن السياره خلي قطها بداخل السياره في طفايه اخاف على طفايه يا ابي شويش لا تخترق ولا تخترق ولا تصير وسخه عيلهم ليش مسويين ليش انا سيارتي هذا. وفي ناس صراحه شباب انا احطهم فوق راسي من المدخنين اللي عنده الطفايات اللي تنباع بمركز سلطان على شكل يعني على شكل مج دعايه حقهم. لا لا طبعا شوف هي مو دعايه حقهم انا اقول لك يعطيهم الف عافيه انه هو مدخن وقاعد يضر نفسه بس بنفس الوقت محافظ على النظافه محافظ على يعني محافظ على نظافه ديرته وهو قاعد يدخن يطفي سيجارته داخل المكان هذا وبس يعني قاعد يضر نفسه مش ما قاعد يضر غيره. انا وايد احترم الناس اللي هي حتى لو تدخن طبعا انا مو قاعد اشجع على التدخين اللي يكون قاعد يدخن وقبل لا يدخن وانت قاعد تاكل او هو قاعد معك يقول لك ترضى ان انا ادخن ولا ما ترضى وايد احترمهم. زين في كلمه وايد احترمهم في كلمه لما اي واحد ياكل يكون مدخن يقول بعد الاكل واحد لما يدخن يهضم الاكل ما اسمع وايد لا وايد يقولون لما ياكل بس انا قاعد اسال شكوى هذه وانا اشوفها برمضان صح بعد مرات واحد يفطر بسيجاره قبل الاكل هذا والله يعني صراحه عندنا اشرف احنا يعني صاحبنا وحبيبنا وهذا بالكنترول ويانا حتى لما يركب تاكسي عشان يقطه يقول له ممكن ادخن سيجاره يعني تسمح لي اني اشرب او لا واذا قال له لا اي شوفي اذا قال له لا التاكسي يحترم نفسه اشرف وينطر لين يوصل بيتهم ويدق له باكيت كامل واذا ما انت شيء تفرض احترامك على الناس هذا او امرات اشرف يكون معصب من راعي التاكسي ينزل راسه ورا شيء يدخنها ويحرق الكشن الخلفي وهو اللي نازل هذا يعني اشرف يعطيك الف عافيه صراحه ما تقصد على لحظه قبل لا تختم حمود رضا ولا هذا بس بغيت اوجه تحيه حق كل بالفيسبوك ونقول لكم سوري وسامحونا ان احنا الكومنتات مالتكم ما شو السالفه زين ما نقدر شو اسمه طبعا ناخذ كومنتاتكم سوري يعني هذه يعني هذا احنا ما شاء الله كانوا محضرين نفسهم بس حطوا لزقه على وجهي عادي قادرك ترى ما صار شيء
العموم وبغيت اهدي هداء حلو جميل جدا سريع حق دلول، اقول لك دلول في ديتك وما تشوف شر يا دلول. الله خلينا نقول لها ما تشوف شر البنت مريم. لا حبيبي ما تشوف شر حبيبتي، وان شاء الله يا رب يعني من احسن لاحسن. وفي ديتك وسمع الكلام لا جبت طراق يمين يسار. دلوله حبيبتي احنا لازم نجيبك عشان نعرف حكايتك.